السلام عليكم خواتي، ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم جبت لكم اكثر هاتف مطلوب في القناه اللي هو الريدمي 9. كالعاده الفيديو الاول اللي حنديروه على هذا الهاتف راح يكون انبوكسينغ برك اللي راح نديروه في هذا الفيديو بعد، وفي الفيديو الجاي ولا في فيديو من الفيديوهات الجايين، ما نقولكمش الفيديو الجاي بعد، هي راح نديروا له مراجعه شامله، نعطيك واش فيه مليح واش ماشي مليح، تشريه ولا ما تشريهش، يعني الشيء اللي يخص هذا الهاتف كامل راح نحكيو عليه ان شاء الله. حنا نعطيكم حتى عيوب ما حكاوش عليهم يوتيوبرز واحد اخرين، راح نركز عليهم ان شاء الله في هذاك الفيديو بعد ما نجربهم مليح. دوكا كي راني نصور في هذا الفيديو، ني عندي ايامات ملي شريت الهاتف هذا، ما قعدتش بك باش نصور لكم الفيديو تاع الانبوكسينغ وكذا، تسمى راح نصوره اليوم. ودوكا كي نجرب التليفون سمانه ولا اكثر من سمانه خير، نحاول نجربو تجربه قويه مليح ونعطيكم رايي فيه بالتفصيل ان شاء الله. تسمى اللي ناوي يشري ولا غير ما يشريش حتى نديروا له مراجعه شامله، وما يشريش ثاني خطاكش الاسعار قاعده تهبط كل يوم. دركا بعد كي راني نصور في الفيديو راهو السعر المريقل تاعو راهو يدير 2,950,000، نسخة 4 في الرام و 64 في التخزين، مانيش نحكي خلاص عن نسخة 3 في الرام. اللي يدير 3,900,000 و 2,950,000 راهو 4 في الرام 64 في التخزين، والسعر تاعو مازال يهبط خاوتي. وللأسف السعر هذا اللي قلت لكم عليه اللي هو 2,950,000 ما كانش في البلايص كامل، بصح راح يتعمم إن شاء الله. حنا خاوتي والله في قسنطينة كاين حتى يبيعوه ب 3,900,000، شوف الفرق، يعني 2,900,000 و 3,900,000 فرق مليون عليها. ما ننصحكمش خلاص تشريوه فوق 3 ملايين في الوقت الحالي، بعدا كي يزيد يطيح راح نزيدو نهضرو في الموضوع اكثر. المهم قولوها انت اللي راك تفرج في هذا الفيديو، تفرجتو بعد مده، بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 شهور من اللي حطيتو انا السعر في الوقت اللي راك تشوف بعد، راك تلقاه في الموقع تاعنا في الديسكريبشن. ادخل في الموقع تاعنا اللي نكتبو لك هنا، ابحث على اسم هذا الهاتف يطلع لك السعر تاعو في الوقت اللي راك تشوف بعد. المهم خوكم انيس يشري التليفونات على جالكم باش يفيدكم. نتوما ما عليكم غير تعاونونا بالجام برك، دير جام ما عندك ما تخسر، هاد كل حاجه اللي تعاوني. واللي حاب يتوصل بالجديد تاعنا وماهوش مشترك معنا يشترك في القناه تاعنا، ابوني معنا يلحقك الجديد تاع هذا النوع من الفيديوهات. المهم خاوتي نبداو في الانبوكسينغ تاعنا. المهم كما تشوفوا خاوتي النسخه اللي عندي هذه نسخه عالميه، يعني مصنوعه في الصين، تلقاها ميد ان شينا، ونسخه عالميه يعني ماهيش تاع الهند. من بعد نفترضوا اذا دخلوا النسخ تاع الهند، ماذا بكم اشريوا النسخه العالميه خير لاش غاليه. طاكش النسخ تاع الهند كاين احتمال كما عرفوا نقول لكم انه يكون فيه ما ريزو ناقص. قداه المره يجيني واحد يقول لي الريزو ناقص في النسخه الهنديه، فمازالوا ما كانش تاع الهند، حتى اذا دخلوا من بعد اشريوا الجلوبال خير. المهم هذه هي الباطه تاع الهاتف تاعنا اللي هو الريدمي 9، مغلفه مازال ما تحلتش، دوك نحلوها مع بعضنا. المهم الباطه تاعو كي يكون جديد تكون مشبوحه بزاف، يعني بالسيف باش يتحل كيما راكم تشوفوا، حتى تهبل عليها كيما هكا باش تتحل. وكي نحلوا الباطا تاعو كيما كامل التليفونات تاع شاومي، هنا لقاو الباطا هذه صغيره، هنا فيها المسمار اللي تخرج به البلاصه تاع الشرائح والكارت ميموار، هنا عندك الكتابات هادو تاع الخرطي اللي ما عندنا ما نديرو بهم في بلادنا. خاطرش التليفون هذا كابا والضمان تاعو اللي في الباطا هذا ما عنده حتى معنى. وهنا عندنا اونتي شوك تاع السيليكون، عفسه مليحه، تسمى ماشي تزيد تروح تشريه وتصرف عليه. تحتهم كاين التليفون وكيما راكم تشوفوا يشبه بزاف 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 للشاومي ريدمي نوت 8 برو اللي درنا له مراجعه من قبل واللي خرج العام اللي فات. دوك المهم دوك خاوتي دوك نرجعوا للهاتف تاعنا ونحكيوا عليه اكثر. هنا تحته عندنا اليو اس بي كيبل يعني، ومن نوع تايب سي، حاجه مليحه. هنا عندنا الشاحن، والنسخه اللي عندي هذه فيها هذا الشاحن تاع الخارج، يعني لازم ادابتر باش يدخل في البريز تاعنا، وهذا الشاحن يجي بزاف مع اللون الاخضر هذا اللي عندي. الباقي راكم تلقاو فيهم شاحن عادي، يعني يدخل في البريز تاعنا عادي. دوك نصور لكم هذا الشاحن كيفاه داير. نرجعوا افضل احساس في العالم اللي هو كي تنحي النيلو تاع التليفون. زدو نحيو هذه ثاني، ديما تقلقني ما نبليش علاه. هكا يبان التليفون مليح، يبان اللون تاعو. المشكل تاعو انه في الدار يبان لك بزي اللون تاعو، في الكاميرا يبان بزي، برا يبان بزي، يعني في كل بلاصه يبان لك بزي، ما تقدرش تفهم اللون تاعو شي هو. وفي الواقع مش خلاص كما راكم تشوفوا في الكاميرا هنا قدامكم. وجوده التصنيع تاعو نقول لكم من درك بعد حتى حاجه رخيصه خلاص خلاص خلاص. مخدوم بالبلاستيك في الجهه الخلفيه، وفيه هاد الخطوط المدورين، وشو كي دير صبعك هنا يدير الصوت هذا. فيه باتري 5000 ملي امبير، عندك 4 كاميرات في الجهه الخلفيه. في الفيديو الجاي ان شاء الله نشرحوا كل كاميرا واش دير. فيه شاشه كبيره بزاف ومليحه بدقه الفول اتش دي. المعالج تاعو يصلح بزاف للالعاب هو الميديا تك جي 80. الرام في النسخه اللي عندي 4 في الرام و64 في التخزين، وهذا خير بزاف خاوتي من النسخه تاع 3 جيجا في الرام، ما ننصحكمش بها خلاص حتى من بعد يرخصوا، ماذا بك تشري تاع 4 في الرام خير. والمهم في الفيديو تاع المراجعه ان شاء الله نحكيو على الهاتف هذا بالتفصيل، نحكي واش فيه مليح واش مش مليح، العيوب المميزات كما ما عارفين، يعني ما تكسرش لسانكم. معناها اللي مدير التليفون هذا في باله وحاب يشريه يصبر خير،
ماذا به يصبر حتى ندير المراجعه؟ هذاك هو يزيدوا الاسعار يهبطوا بزاف، راكم تشوفوا كل يوم يهبطوا 100 200 تما زيدوا صبر خير، منها تشوف المراجعه تاعي قبل ما تشريه ومنها تشريه بسومه طايحه ثاني. وهذا باك الفيديو تاع اليوم خاوتي، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا من هذا الفيديو، ما نطولش عليكم بزاف يعني اني طولت بصح معليش، المهم تلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله خاوتي، والسلام عليكم ورحمه الله.